سلام على أغلى وأحلى مشتركات، إن شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا وسهلا بكم، ما تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله وانجزوا لوصفتنا. بسم الله، عندي فيها زوج مغارف كبار تاع زبدة، عندي قشور تاع أي نوع تاع برتقال عندكم ديروه، يعني مندارين ولا كليمونتين ولا أي حاجة ديروها. درت قشور تاع زوج حبات. هاد الوصفة تجيب منكهة وتجيب بزاف بنينة بذوق البرتقال، وراه وقته. حطيت زوج مغارف كبار معمرين مليح تاع الزبده، زوج حبات تاع البيض، اللي حبت دير بالميزان دير 125 غرام تاع زبده، نص كاس تاع الزيت. نحطو كامل المقادير على بعضهم ونخلطوهم. عندي معاهم كاس غير ربع تاع السكر، سكر ناعم، وعندي معاهم قرصة الملح ولافاني، مغرف صغيرة معمرة مليح تاع لافاني. هنا نبداو نخلطوهم. إذا حبيتو تخلطو بالفويت تقدرو، مع الأول نخلطها شوية شوية قبل ما نشعل الخلاط هكا باش ما تطاير ليش، ومن بعد نبدأ نطلع في هذا المقادير مع بعض. مام يعني تقطع لنا كمية كبيرة، تقطع لنا حوالي 40 حبة هذه الوصفة غير بزوج مغارف تاع زبدة، وتجي بزاف بنينة. يعني ونقول لكم باللي البرتقال ما استخدمناهش هنايا غير لوزاس تاعو، يعني القشور برك استغليناه. مام دوك نكمل لكم الوصفة مع بعض. هنا لما تشوفوا كيفاش نقعد نطلع حتى تبيض لي، مام قد ما نطلعوها بهذه الطريقة على قد ما تعطينا كمية كبيرة تاع العجين، باسكو يدخلها الهواء، هاد العجينة يدخلها مليح الهواء وتجينا خفيفة هكا. يعني ما نحبسوش حتى نشوفها باللي جمدت لي بهذه الطريقة ورجعت لي كيما كريمة الزبدة. هنا خلاص نزيدو كاس تاع مايزينا، يعني نشاء الذرة. كي نديرو نشاء الذرة ما نخلطوش بزاف، غير شوية، خلطة خفيفة برك، ونحو هذا الخلاط الكهربائي نكونو كملنا به. خلاص هنايا غنحسها، يعني ذيك المايزينا ولات ما تبانش، نحبس التخلاط ما نبالغش بزاف، ونبداو نحطو في الفارينة. عندي الكاس الاولاني تاع الفارينة نغربلو، والثاني وندير معاهم باكي تاع خميرة الحلويات وزن 10 غرام، يعني ما يفسد الشكل تاعها ما والو، ديروا لها باكي. ونبدا نجمع زوج كيسان الاخرين حطيتهم قدامي مغربلين. هنا نحس بها مازال يخصها بزاف، هكذا نزيد لها الكاس الثالث. ونجمع، والكاس الرابع هذا ضفته ثاني كامل. كما قلت لكم تقطع لنا كمية كبيرة هاد الكاطو، يعني هاد المقادير يقطعوا لنا كمية لبس بها. دوك تشوفوها في آخر الفيديو. هنا مازالت لي طريه، ما تيبسوهاش، يعني اجمعوا بالعقل حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، باسكو بعدها تخلوها تريح غير 10 دقائق قبل ما تبداو تخدموا بها تحسوها بلي نشفت. انا هنا كان خاصني شويه نجمعها. هاي ليك تحصلت على عجينه، شوفوا القوام تاعها كيفاش طريه وجايه صفراء، جايه شابه هاد لاباط. هاي ليك شحال بقالي من الكاس الخامس. هنا عندي هاد المول ولاباط دائما مغطيه هكا باش ما تنشفليش. انا حنستخدم هذا، وانتم استخدموا اي مول تاع سيليكون عندكم، على بالي كامل عندكم لي مول تاع سيليكون في الدار، ما يهمش استخدموه اي شكل حبيتوه. هنا ندير العجينه لداخل. اذا حبيتوا توزنوا وزن 28 غرام. هنا ما يشتبان لكم دوك الحبات الدوزيام تبان لكم. ناخذ كمية هكذا نكورها ونحطها في المول ونسقمها بهذه الطريقة، تحفوها مليح مع الأطراف باش من بعد كي تنحوها يعني تاخذ لكم مليح الشكل. هنا خلاص عمرت المول، يعني شعل الفرن على 180 درجة من تحت برك. رايحة نجيب سنيوة ونقلب عليها المول،
بهذه الطريقة ونحطوها في الفرن ساخن أكيد 10 دقائق مقبل حتى تتحمر لي ونجزو نكمل الوصفة مع بعض. بالنسبة لهذه التينة اللي نقيناها، أنا نقيتها ونحيت لها العلفة ودرت زوج كيسان، وأنا بهذه الطريقة نحيت لها هذاك اللي ضروري تنحو لها هذاك العظم الداخل. هاكا خذيت زوج كيسان عمرتهم حطيتهم في الميكسر ونحط لهم كاس غير ربع تاع السكر حبيبات بهذه الطريقة ونرحيها. إذا شفتوها ما حبش ترحى لكم ديروا بالقطرة الماء ورحوا، بس كي فيها بزاف الماء أنا هنا رحيتها، معليش لبقى لكم هاكا شلخ صغار نورمال. حطيتها في كسرونة ونحطها على النار، حطوها على نار قليلة حتى تبدأ تغلي وتبدأ تطيب وتتكثف. أنا هنا برك كان حذف لي مقطع صغير برك، كما قلت لكم خلوها حتى تغلي. من مرة مرة نحولها هذا الرغوة، فالاني وريتها لكم، نحوها بالمغرف. الكاتو تاعنا بعد ما طاب وبرد لي، هاوليك شوفوا يعني خرج لي كمية ما شاء الله، رايحة ندير عليه شوية تاع سكر ناعم، رشة خفيفة برك. هذاك المربى شوفوا كي تكثف لي، رجع لي يعني معجون، تقدروا تخدموا به كامل انواع الحلويات. رايحة نعمر به هذوك الثقوب اللي في الوسط، كما قلت لكم نار قليلة مرة مرة حركوه وجبدوا شوية ذوقوه بالمغرف، خلوه يبرد وذوقوه، إذا شفتوه عقد طفوا عليه. هكذا نعمرهم كامل، وهنا يعني نفس المربى كنت زدت له شوية ملون أحمر، إذا حبيتوا تعملوا يعني تزيين باللون الأحمر هكذا هذا المربى رجعته يعني في اللون الأحمر. نزيد نعمر النص اللي بقالي، نشوفوا الكمية اللي تخرج عليه، زوج مغارف زبدة تخرج لي كمية ما شاء الله. هنا قربتها لكم باش تشوفوها، وريحة نقسم لكم وحدة. أكيد دايما تقولوا لي ما تنسيناش باش تقسمينا، نحبوا هذه المرحلة نقول لكم هو لا يهمكم. هاي ليك إذا حبيتوا ديروها في ليكيسات، أنا ما حبيتش نديرها. فوالا راني قسمتها، شوفوا كيفاش تجي تذوب في الفم. وصفتنا لنهار اليوم هذه هي خفيفة ظريفة، موسم تاع البرتقال استغلوه. نتلاقى بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تنسونيش بالجمال اختكم، والسلام عليكم.